سؤال على هامش الزراعة، هل في مشروعات للتصنيع الزراعي؟ احنا هو حضرتك، احنا التصنيع الزراعي عندنا التمور، التمور لان احنا عندنا حضرتك 2.5 مليون نخله كان 2019. مظبوط. سياده الرئيس قمر عمل مبادره سيادته ان احنا نصل الى 5 مليون نخله خلال الفتره، جيت فتره، لان احنا بنعمل اصناف جديده من انواع التمور اللي هي الانوار المشهوره. فالحمد لله احنا وصلنا لغايه دلوقتي 3.5 مليون نخله، لانه بتزرع مرتين في السنه وفتره كورونا، لان كل الحاجات دي شتلات بتيجي من بره، من دول الخليج ومن الدول الاوروبيه. بنعمل انواع جديده زي المجدول والبرح والصقع والخلاص اللي هي ذات قيمه عاليه. تمام. فالحمد لله احنا دلوقتي ان شاء الله السنه دي هنصل الى 4 مليون نخله في خلال شهر ابريل القادم، في موسم زراعه النخيل القادم. ده بيتم عليه صناعه نخيل من اول حضرتك، احنا عاملين مصنع كبير جدا جدا بتكلفه حوالي مليار و200 مليون جنيه مع الهيئه العربيه للتصنيع، ان شاء الله مصنع المديف على مخلفات النخيل. يعني معظم الصناعات اللي عندنا قائمه على النخيل. في بقى مصانع بسيطه اللي هي المصانع بقى الزراعه الصناعيه، واحد بيعمل كرتون، واحد بيعمل تعبئه وكذا، لكن ما عندناش. كان عندنا مصنع في الصوت ابو طرطور لو حضرتك تسمع عليه، ده من زمان طبعا، ده كان متوقف وكان سياده الرئيس امر انه يعاد مره اخرى ونعمل دراسات عليه، والحمد لله احنا في يعني دلوقتي في الخطوات النهائيه لتشغيل هذا. احنا تعمل مصنع تكلفته من 4 سنين كانت 700 مليون دولار، دلوقتي داخله في مليار دولار ان شاء الله. ده هيعمل برضه صناعات اسمده ويعمل اكتفاء ذاتي وتصدير كمان. فدي الصناعات عندنا، صناعات الاسمنت، صناعه بس احنا دلوقتي عشان الطرق ما كانش فيه طرق، والسكه الحديد برضه كان عندنا صحيح. خط سكه حديد من ابو طرطور لغايه سفاجه، ده كان برضه حصل فيه ظروف ما يعني غير موجود دلوقتي. فاحنا بنحاول دلوقتي اعاده تاهيله مع بالتنسيق مع وزاره النقل، فهيدي الصناعات التعدينيه. احنا عندنا اجود انواع الرخام، عندنا اجود انواع الاكاسيد، الرمله البيضاء والرمله الرمل الزجاجي. لكن المشكله حضرتك الطرق والنقل السكه الحديد. لكن الحمد لله دلوقتي خلال السنتين اللي جايين دول، اول ما خط السكه الحديد ابو طرطور يشتغل، هتبدا الصناعات الثقيله تتحرك زي الاسمنت، زي الاكاسيد، زي الحاجات الكبيره، الرخام وهكذا يعني. طيب قبل ما اروح لحياه كريمه، وسؤال صريح جدا سياده الوزير، دلوقتي المحافظات الجنوبيه الصعيد تحديدا ومعاها طبعا 45% مساحه مصر الوادي الجديد، تمام، عشان المستثمر يجي محتاج يعني حاجه تجذبه، هل حوافز ذهاب المستثمرين للوادي الجديد والمحافظات اخرى في جنوب مصر كافيه، ولا لابد ان احنا نزودها اكتر شويه؟ لا، انا حضرتك قلت لك احنا في 12/1/2019 اللقاء اللي تم بين سياده الرئيس ووجود الحكومه كلها، والمحافظ كان بيعرض مشاكل المحافظه كلها بالكامل في وجود اهالي الوادي الجديد. تمام. ده طلع لنا منه 27 قرار رئاسي. ممتاز. حضرتك نفذناهم بنسبه 100%، منهم بقى القرار اللي حضرتك بتقول عليه، سلطه المحافظ في البيروقراطيه بقى يقول لك ايه؟ العقد 3 سنين. احنا دلوقتي المحافظ سلطته 25، يبقى انا امني بدل ما اخلي المستثمر يطلع على هيئه الاستثمار وزاره التنميه المحليه وزاره الزراعه وهيئه التعمير، لا، في المحافظه هنا بياخد العقد بتاعه. تمام. العقد الموحد على المستوى الدولي. طب هو في حضرتك الاراضي هنا كان في مشاكل، تاخد الارض مثلا مستثمر هيئه التعمير تقول لك دي الولايه بتاعتي، الاثار تقول لك لا ما تجيش هنا، صحيح. البيئه تقول له محميه، السياحه تقول له دي سفاري. فالكلام ده كله برده كان في قرار رئاسي وتوجيه سيادته ان المحافظ هو ادرى بشؤون محافظته في اطار الضوابط القانونيه للدوله. تمام. فالحمد لله لذلك ما كناش اجرنا اصلا حضرتك، تعاقدنا فعلا على 400 اكثر من 400 الف فدان. في مستثمرين عندنا بياخدوا 20 الف فدان بال 10000 بال 1000 بال 500، الناس دي لا، كان قبل كده معلش عشان ياخدهم ممكن يقعد سنه. صحيح. الفتره اللي فاتت زمان او، لكن بعد القرارات دي الحمد لله احنا دلوقتي مكسرين، وبندعو كل المستثمرين، ويمكن انا تليفوني مع كل المستثمرين وبنقوله على الهواء لكل الناس، واي حد عنده مشكله الحمد لله بنحلها له فورا بدون اي معوقات، لان احنا هدفنا تنميه التنميه الزراعيه والتنميه الصناعيه في الوادي الجديد واستغلال هذه البقعه اللي احنا مش مستغلين. حتى رغم كده احنا مستغلين من واحد دلوقتي في الزراعه مثلا لا تقل 10% 20-30% من الاراضي الصالحه للزراعه. ممتاز. طيب هنقل لحياه كريمه، وضعها ايه في الوادي الجديد؟ يعني استفدت منها كريمة. ايه؟ حياة كريمة، كلنا بنشوف حياة كريمة في المحافظات حضرتك. تمام. وطبيعي حضرتك يبقى الشرقية، الصعيد، سوهاج، أسوان، الأقصر، في عدد سكان كبير. لكن احنا برضو كان سيادة الرئيس عشان المحافظات الحدودية وتبقى في
نفس اللي بيتم في الدلتا. انا بقول الكلام ده لايه؟ الناس تقول لك مثلا ايه، بنعمل حاجات في الدلتا ونعمل حاجات في القاهره واسكندريه والمحافظات دي. لا لا، الحمد لله احنا مركز الفرافره ده حضرتك عدد السكان لا يتجاوز 30,000. في بفضل الله سبحانه حوالي 8 قرى رئيسيه و27 تابع، بالاضافه القرى الصغيره. يمكن انا من حوالي 15 يوم تمام. يعلم الله كان نجع كده في 30 اسره. رحت انا ورئيس شركه الميه ومعانا الحياه كريمه عشان ازاي نوصل لهم ميه وصرف صحي بالاضافه للكهرباء والاتصالات وكل حاجه. فالحمد لله يعني رغم قله عدد السكان، شوف حضرتك الصور جايه على الشاشه، كل المجمعات الحكوميه الموجوده في اي قريه في مصر موجوده في الوادي الجديد. مركز تكنولوجي، مجمع زراعي، مجمع البان، القرى دي طرق، اتصالات. يمكن احنا حضرتك اول مدينه يوصل لها الغاز في الصحراء في افريقيا، ويمكن احنا خدنا مدينه الخارجه، عملنا مشروع غاز طبيعي موصلين غاز المنازل في مدينه الخارجه، وان شاء الله خطه ان احنا نوصل لبقيه الايه المراكز بنظام النقل وليس بنظام الانابيب اللي هو الافتراضي يعني. فكل الخدمات طب الاسره حضرتك، الوحدات الصحيه، كل الامكانيات الموجوده في اي محافظه في الجمهوريه موجوده في الوادي الجديد. والقريه حضرتك اللي قدامك المجمع بتاعها دي ممكن يبقى عدد السكان بتاعها 1500 2000 3000 جنيه. لكن سياده الرئيس فعلا صار ان احنا ندخل في المرحله الاولى ومداخلين بمركزين في المرحله الثانيه ان شاء الله اللي هم الخارجه وباريس باذن الله. والاسكان يا فندم اخباره ايه؟ الفندم؟ الاسكان. الاسكان احنا حضرتك مش عايز اقول لك حضرتك، احنا في اسكان عندنا احنا طرحناه في الفرافره دي فيها اكتر من 1000 وحده سكنيه، طرحناه للمواطنين بتيسيرات باتفاق مع وزاره الاسكان. يعني احنا مثلا ايه، انا عندي الشقه في القاهره او في الجيزه او في الشرقيه او في اسيوط بياخدها المواطن بمقدم كذا. تمام. المحافظه خدت الشقق دي من صندوق تمويل المساكن، واحنا طرحناها جديد وزودنا فتره التقسيط عشان برضو موضوع الجذب السكاني. والحمد لله اكتر من 1500 وحده سكنيه سكان اجتماعي تم الانتهاء منه، بالاضافه بنعمل بيوت تعمير مع جهاز التعمير برضه وزاره الاسكان. عندنا اكتر من 1300 منزل، يمكن شايف حضرتك المثال بتاع قدام دي، بنعمل في كل قريه 100 منزل بالمرافق بتاعتهم ب 500 فدان، بابناء القريه بيتوسعوا فيهم توسع منظم وليس توسع عشوائي. يبقى احنا ايه، في منزل اهو زي ما حضرتك شايف قدام حضرتك ليه 5 فدادين، البيت ده فيه كل حاجه، مياه، صرف، كل المرافق. بعد كده بنعرضه على الشباب ابناء الوادي الجديد، بيتقدموا بيدفعوا مقدم بسيط ويعمروا الارض ويبقى دي. فمفيش عندنا مشكله في الاسكان يعني، مفيش مشكله. طب هل الغاز الطبيعي والصرف الصحي برضو في اطار حياه كريمه او مرحله؟ احنا كل اللي بقول لحضرتك، صرف صحي، اتصالات، طرق، كهرباء، كل ما هو موجود في حي الدقي موجود في مركز الفرافره. نفس الشيء. طب يعني لو انا مواطن، يعني الحقيقه بقول ده وانا قدامي، يبقى بصينا على الصفحات المختلفه فلقينا حجم يعني الشكاوى اللي جايه من المواطنين قليل جدا. اتفضل. جدا يعني قليل للغايه. فلو حضرتك يعني تكمل لنا الصوره في نهايه حوارنا، المواطن اللي في الوادي الجديد بعد كل الجهود الكبيره والعظيمه دي في كل المجالات، ايه اللي ناقصه؟ والله المواطن في الوادي الجديد احنا الحاجات، شوف انا بقول لحضرتك يمكن المدرسه اللي جبتها دلوقتي مدرسه اليابانيه. تمام. احنا ممكن كل محافظه فيها مدرسه يابانيه واحده، احنا عندنا مدرستين يابانيتين. هذه مدرسه في الخارجه ومدرسه في الداخل. تمام. ونسبه الاقبال عليها تفوق اي محافظه. طب المستشفيات الحمد لله احنا في مستشفى في الداخل، يعني عندنا مستشفى الخارجه وكليه الطب موجوده في الخارجه، في مستشفى في الدخلة ان شاء الله هيتم افتاحه في اول 23 على احدث، في مهبط طائرات لاسعاف طائر، في كل حاجه. فالمواطن تعليم وصحه، الحمد لله احنا مستوى التعليم عندنا عالي جدا جدا جدا، لذا احنا عندنا ايه 65 ل 70,000 تلميذ. الكثافه ممكن في بعض المناطق المدينه يكون في كثافه بسيطه جدا جدا، لكن احنا في مثلا المدرس مثلا لست طلبه، الفصل فيه من 20 ل 30. فنسبة التعليم عالية جدا عندنا. كليات الجامعة الحمد لله دلوقتي من أول كلية طب، صيدلة، علوم، وهندسة إن شاء الله السنة الجاية. فالجامعة برضو إدت طفرة كبيرة جدا. صحيح. جدا في التعليم. فأنا المواطن يعني المشاكل الحياتية
حضرتك السؤال، احنا مثلا ايه الصوب الزراعيه، احنا منفذين في كل قريه مبادره عشان كنا بنجيب الخضار. انا بقول لك الحاجات البسيطه بقى، نجيب خضار وحبه كلها من اسيوط وسوهاج وكلام. لا الحمد لله احنا دلوقتي اقول لك شبه اكتفاء ذاتي في الخضروات خالص، كل قريه فيها 10 صوب، بالاضافه احنا عاملين مشروع اكتر من 500 صوبه على مستوى المحافظه، بالاضافه لمشروع الحرير، المشروعات الصغيره والمتوسطه، التضامن الاجتماعي، الجمعيات الخيريه، المنح، الجامعات الخاصه، كل حاجات المواطن دي يعلم الله احنا متوسطين. بنعمل لقاء يعني دوري، وفي حلقه بنعملها اسال المحافظ وبمنتهى الشفافيه بتتم، يمكن احنا واصلين للحلقه دلوقتي 45 او اكتر. اسال وحضرتك بتسال مباشر زي ما انا مع حضرتك كده. المواطن يدخل، بندخل الاذاعه كل اسبوع كل 15 يوم، الاذاعه دلوقتي جديده عندنا شغاله كويس، الناس بتستمع على الفلاحين، يروح يقول انا عندي مشكله. المشاكل الحياتيه بقى، حياه كريمه عندنا، عندنا مثلا تطوير العشوائيات، احنا بفضل الله يعتبر السنه دي انتهينا من كل 90% او مش قول 100% من المباني القديمه كلها، رفع كفاءه او تطوير للناس اللي هم البيوت اللي كانت في الاحياء القديمه خالص يعني. فانا بقول للمواطن وانا معاك على الهواء يعني المشاكل، واحد لي مشكله في التامين والتموين المشاكل العاديه، لكن مشكله كبيره يقول لك ايه، ما فيش مدارس، ما فيش جامعه، ما فيش مستشفى، ما فيش اتصالات، ما فيش طرق. الحمد لله انا بقول لك كل المحافظات عندنا شبكه طرق، اتصالات، دي الكهرباء، يعني ادي المواطن الحاجات العامه، لكن الحاجات الخاصه موجوده في كل الدنيا يعني. صحيح. ممكن مواطن يبقى ليه مشكله مع في وحده محليه، في زر ارض، في مش عارف قسط، في سماد، في كلام، لا بنحلها له، دي مشاكل حياتيه عاديه. ده طبيعي جدا جدا الحقيقه يعني. سياده المحافظ اللي هو محمد زملوط محافظ الوادي الجديد، حضرتك سعدنا جدا جدا بلقائنا معاك، وحضرتك اديتنا فكره يعني ممتازه واقعيه جدا عن هذه المحافظه الاكبر في مصر اللي بتقارب 45% من مساحه البلاد.